عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة بايثون for absolute beginners. اليوم رجعنا لكم مع السكسيون الاخرانية متاع البلايليست متاعنا اللي هي لي فونكسيون. وفي البارتي هذه باش نكتشفوا مع بعضنا لي فونكسيون لا ديكلاراسيون دي فونكسيون، كيفاش نجمو نرجعوا دي فاريابل ولا دي ريزولتا متاع الفونكسيون، وكيفاش نجمو نعملوا لابيلاسيون متاع الفونكسيون متاعنا. كل هذا باش تشوفوه ان شاء الله في الفيديو هذايا. دونك خلينا نبداو. اذا رجعنا للكود متاعنا وين اخر مره كنا قد خدمنا اللوبس. دونك توا باش نحطوا الكود متاعنا في دي فونكسيون باش يكون منظم وباش نجمو نستعملوه وقت اللي نحبو. فوالا. دونك اول حاجه باش نواصلوا الخدمه بالديكسيونير متاعنا، دونك عندنا فونكسيون باش نسميوها كالكول مويان. دونك خلينا نشوفوا كيفاش باش نعملوا الديكلاراسيون متاع الفونكسيون هذه. دونك عندنا اول حاجه باش نعملوا سباسيت لهنا. فوالا. دونك عندنا كلمه الكيورد هذه ديف باش نعملوا بها ديفينيسيون للفونكسيون تاعنا. دونك ديما نكتبوا ديف هكا ديجا تلون التوا كيما الفور. فوالا. دونك عندنا ديف توا باش نختاروا اسم الفونكسيون تاعنا اللي هي كالكول مويان. فوالا. ديما كي تكون عندنا دونك دو مو في الفونكسيون تاعنا نجمو نعملوا سيباراسيون بالتيري دو 8. دونك نعملوا دو بارونتيز فوالا ونعملوا دو بوين. باه علاش عملنا دو بارونتيز هذوكم؟ البارونتيز هذوكم هما اللي باش نحطوا فيهم اذا حشنا بار اكزومبل دي بارامتر، اي فونكسيون بار اكزومبل فيها دي انبوت وفيها دي اوتبوت، لكن الفونكسيون تاعنا تنجم ما تاخذ حتى بارامتر زاد. دونك اي فونكسيون ديما بعدها دو بارونتيز. فوالا. دونك نعملوا اونتري بطبيعه التابولاسيون تاعنا باش نعرفوا لي الكود باش نكتبوه تبع الفونكسيون هذه كيما الفور بالضبط. وشنو باش نعملوا؟ تو سامبلومون باش نكوبيو الكود نتاع البوكل هذايا. دونك وباش نحطوه فوالا. دونك باش نحطوه تحت الفونكسيون نتاعنا. لهنا شعملنا جوست حطينا الكود نتاع الكالكول دو لا مويان تحت الفونكسيون نتاعنا، ولكن لهنا باش يظهرونا دي زيرور بويسكو سوم و سوم كوفيسيون معاش موجودين خارج الفونكسيون. دونك خاطر لهنا الكود هذايا الكل ماهوش تابع الفونكسيون، دونك والسوم و سوم كوفيسيون يخدمو كان تابع الفونكسيون. تا نحكيو عليهم اكثر في الفاريابل سكوب، لكن خلينا توا الميثود نتاعنا شنو باش تعمل باش ترجع لنا توا الموين. دونك شنو باش نعملو؟ شنو نخرجو من البوكل نتاعنا فور وباش نحسبو الموين. بالطبيعة الموين اللي هو كالعادة اللي هو السوم على السوم دي كوفيسيون. فوالا. دونك توا حسبنا الموين، ولكن الفونكسيون تاعنا الموين ماهيش قاعدة ترجع فيه. اش معناتها ترجع فيه؟ كي نعملو ابيل للفونكسيون بار اكزومبل، خلينا نعملو ابيل. دونك خلينا نحيو الكود هذا الكل. فوالا. دونك والمونسيون ونعملو ابيل. دونك كيفاش نعملو ابيل؟ ابيل يصير بنفس لونتيت متاع الفونكسيون هذه نسميوها اونتيت. كل ما هو بارامتر واسم فونكسيون نسميوه اون تيت. فوالا. دونك شنو نعملو لهنا؟ عملنا ابيل متاع الفونكسيون متاعنا. دونك كي نعملو اكزيكوسيون شنو باش يطلع لنا لهنا؟ نعملو اكزيكوسيون للفيشي هذايا بالطبيعه. دونك كي نعملو اكزيكوسيون فوالا، دونك ما يطلع لنا شيء رغم اللي عملنا ابيل للموين، لكن ما يطلع لنا شيء. علاش؟ خاطر تو سامبلومون ما عملناش برينت. خلينا نعملو برينت موين. الكود هذا الكل نكتبو فيه داخل الفونكسيون متاعنا. فوالا. دونك عملنا ران لهنا طلعنا الموين متاعنا. فوالا. ولكن نحنا شنو باش نعملو؟ باش نعملو فونكسيون اخرى باش نسميوها كالكول مونسيون. كالكول مونسيون. فوالا. الفونكسيون متاعنا باش تاخو بارامتر اللي هو الموين اللي باش نرجعوه من الفونكسيون كالكول موين. دونك شنو باش نعملو لهنا؟ باش نحطو لهنا موين. فوالا. نجمو نسميو اي اسم، مش لابد نسميوه نفس الموين. وهاك علاش انا باش نردها موي. دونك باش ما تصيرش كونفيزيون بين الاسامي نتاع لي بارامتر ولي فاريابل. دونك الفاريابل موين هذايا ما عنده حتى علاقه بالفونكسيون هذه، وتنزيدو نشوفو اكثر ديتاي علاش في الفيديو فاريابل سكوب. دونك توا شنو باش نعملو لهنا؟ باش نرجعو الفاريابل هذايا. اش معناتها باش نرجعو الفاريابل هذايا؟ باش نعملو لهنا ريتيرن. يعني كي نعملو ابيل لل دونك للفونكسيون كالكول موين باش ترجع لنا هي الموين هذايا. دونك لهنا شي يقول لنا؟ يقول لنا ان ريزولفد ريفرنس موين. باه. دونك لهنا شنو باش نعمل انا؟ جوست نحي كلمه موين. فوالا. علاش يقول القائل نحيت كلمه موين؟ علاش؟ شنو المشكل؟ دونك لهنا يقول لنا اللي ماهوش موجود الموين هذاك. دونك شنو باش نعملوا؟ عندنا دو سوليوشن، يا نعملوا ريتيرن سوم على سوم كوفيسيون، والا
نرجعوها كما كانت moyen إيجال voilà. نرجع للستار نعملو return moyen voilà. هكا نكونو دونك رجعنا للموين متاعنا من الفونكسيون كالكول موين. باه لهنا كيفاش باش ناخذوه للموين؟ دونك تو سامبلومون نديكلاريو فاريابل نسميوه كيما نحبو بار اكزومبل موياني ايغال كالكول موين فوالا. دونك كان نعملو برينت لهنا للموياني باش نشوفو دونك موياني اش فيه وسطه فوالا. نثبتو اللي ما عندناش برينت اخرى فوالا. دونك جوست باش نحي اللونتيت هذه باش ما تقعد لناش ايرور لهنا وباش نعمل ران فوالا. كعملت ران لهنا تطلع لنا الريزلت تاع الموين اللي هي 1265 فوالا. الايتاب اللي بعد هي باش نعملو ديكلاراسيون نتاع الكالكول مونسيون. دونك خذيت بارامتر موين تنشوفوا بعد كيفاش باش نعديو لها البارامتر هذاك، ولكن تو كي نبداو نكتبو في الكود كاينو البارامتر هذاك يعني عندنا منه وعندنا الموين نخدمو به فوالا. دونك شنو باش نعملو لهنا؟ تو سامبلومون باش نجيبو الكود نتاع المونسيون وباش نعملو له دونك كولي لهنا فوالا. جوست نحيو لي كومونتير فوالا ونعملو تابولاسيون. باه لهنا شيجي يقول لنا نعملو شوية اسباسات فوالا. دونك شيجي يقول لنا اللي الموين ما يعرفهاش. دونك علاش؟ خاطر نحنا البارامتر نتاعنا اسمه موي، دونك مش باش يعرف الفاريابل الموين. دونك شنوش نسميوش نردوه هذايا موي، لكن كنا نجمو نخليو نفس اسم الفاريابل وما تطلعناش لورور هذيا، لكن جوست باش ما تصيرش كونفيزيون ونجمو نفهمو بالضبط اللي البارامتر هذايا دونك هو اللي نستعملو فيه في وسط الفونكسيون نتاعنا. دونك شبقى لنا توا؟ بقى لنا باش نعملو الابيلاسيون نتاع الفونكسيون. ديما كي نكتبو نعملو ديفينيسيون نتاع فونكسيون ما نجم نيكزيكوتيوها الفونكسيون هذيك الا ما نعملو لها ابيل. دونك باش نعملو لها ابيل نجمو نكوبيو هكا اللون تيت نتاع الفونكسيون نتاعنا، نجيو لهنا ونعاودوها فوالا. دونك لهنا يقول لنا موي انا ما نعرفوش فاريابل هذايا ما نعرف. باش نعوضوه الفاريابل هذايا؟ الفاريابل هذايا حاجتنا باش نعطيوه الموين اللي هي الفاريابل اللي خديناها لهنا اللي هي تحتوي على الموين باش نباسيوها للفونكسيون هذيا. كان لاحظتوا لهنا اللي اسم الفاريابل هذايا موياني واسم بارامتر اللي في وسط الفونكسيون اللي تاخذوا الفونكسيون هذايا مش نفس اسم، اسمه موي. دونك مش لابد نفس الاسم يكونوا باش نجمو نعطيوه للفونكسيون، المهم يأديو نفس الوظيفة. احنا حاجتنا لهنا بموين ولهنا عطيناه موين، دونك لهنا لابيلاسيون صارت متاع الكالكول دو مونسيون. لهنا اسكو نزيدو برينت للمونسيون ولا نحطوهم في فاريابل؟ لا. علاش؟ خاطر لهنا قاعدين ديريكتومون نعملو في افيشاج، يعني اذا الكونديسيون هذايا بالضبط يتحقق قاعدين نعملو في افيشاج ديريكتومون. دونك لهنا مش كيف كيف ماناش قاعدين نعملو في افيشاج. علاش لهنا ما عملناش افيشاج؟ خاطر مش لابد كل ما نعيطو للميثود دونك كالكول موين لابد باش يفيشينا الموين متاعنا في الكونسول. وقت اللي حاجتنا باش نعملو البرينت دونك ديريكتومون نمشيو ونعملو برينت موين. كيف كيف كنا نجمو نعملوها في الكالكول مونسيون نجمو نحيو البرينت هذه ونعملو ريتيرن في عوض كل برينت، لكن نحنا حاجتنا جوست باش نعملو افيشاج. كيف كيف لهنا نجمو نحيو لي بارونتيز، ولكن نحنا حطيناهم جوست باش في حاله ان نكتبو بلوزيور هكا بلوزيور كونديسيون باش تكون هكا واضحه، ولكن نجمو نحيو لي بارونتيز. دونك شفنا كيفاش نديكلاريو دي فونكسيون، ولكن علاش نعملو دي فونكسيون؟ لي فونكسيون كان لاحظ فما بلوك نتاع كود تحت فونكسيون هذيه، وين حاجتنا بالفونكسيون هذيه ولا بالبلوك دو كود هذيه ما نقعدوش نكتبو فيه مره اخرى، وانما جوست نعملو ابيلاسيون للفونكسيون هذيك. هاك علاش الفونكسيون نتاعنا نجمو نربحو بها ستور كود باش نتجنبو ان نعملو كود دوبليكي. بار اكزومبل اذا حاجتنا باش نحسبو 2 3 موين وكل موين باش نرجعو له المونسيون نتاعو، يل سوفي نعيطو كل مره للي فونكسيون هذو مزوز ما غير ما نقعدو نكتبو في الكود مره اخرى. كنا نجمو زادة نحطو الكود نتاعنا تحت نفس الفونكسيون، معناتها المونسيون والكالكول دو الموين يكون تحت نفس الفونكسيون، ولكن نحن حابين نقسموهم باش كل ما حاجتنا بحاجه معينه نخدموها. دونك كيفاش تقسيم لي فونكسيون كيفاش نسميهم كل شيء هذا الكل يرجع ليك انت. انا عطيتك كيفاش
في الدوكيومنتاسيون يقترحوا انك تسمي الفونكسيون بتاعك، كيفاش قسمناهم، هذا كله يعني اقتراح من عندنا، لكن انت تنجم تحط كود اللي تحبه انت، الحجم الكود اللي تحبه انت في الفونكسيون بتاعك، وتنجم حتى زاده ما تستعملش لي فونكسيون اذا ريت ما تتطلبش للبروجرام تاعك دي فونكسيون. ان شاء الله باش نزيدوا نكتشفوا اكثر دي ديتاي على الفاريابل سكوب، علاش هنا بالضبط حطينا السوم في وسط الفونكسيون ما حطيناهاش لبرا، وكي نحطوهم لبرا شنو يصير، هذا الكل باش نشوفوه ان شاء الله في الفيديو جاي variable scope. إن شاء الله تكونوا استفدتوا في الفيديو هذايا، ونراكم في فيديو جاي كالعادة. إذا حاجتكم بالكود متاع الفيديو هذايا تلقوه ديما في الارتيكل، تنخلي لكم اللين في الديسكريبسيون، ونراكم إن شاء الله في الفيديو جاي. بسلامة.